طريق المبين كما ذكرنا للملك ابو حسين سواعد المدرب غازي حماد ابو محمود. القيادة ستكون ليوسف عبيد. غزال الغرفات مع الخيال محمد الفتحي. الملك بسام غرفات ابو اليمن. المدرب عمري غرفات والقيادة كما ذكرنا لمحمد الفتحي اياس ابو جبل على صحوة وعد الشقب ابن غزال الشقب. للملاك يوسف موعد واحمد طه. مدربين استبلات انا وجبل القيادة لاياس ابو جبل. جلود المبين مع يوسف عبيد. للمالك ابو حسين سواعد المدرب غازي حماد. زمر على صالة الجمعة الشباب. الملك عدنان كريم المدرب ورد كريم القيادة لزمر. إذن تعلن إدارة ميدان قال الجليل كفور كنا المهرجان القادم سيكون مثابة النصف النهائي ومن بعد إن شاء الله نهائيات دوري وسباقات قال الجليل كفور كنا للتأهل للنهائيات مشرطة طبعا بعدد المشاركات على الأقل مشاركة واحدة تضمن تأهل إلى النهائيات. خط النهائي وبعد خط النهائي رجاء الابتعاد عن أرضية الميدان قدر المستطاع. طبعا أنا شايف أولاد صغار ثلاثة وأربعة وخمس سنين. هذا الولد إذا شاف فرس كابسة عليه لا حيلة ولا فتيلة ولا إشي، ما يقدر يسوي إشي، ما يقدر يتصرف، ما عنده ردة فعل أصلا. أنت الطول قبل خط النهاية وبعد خط النهاية قريب على أرضية الميدان. بنشهد يقرب على أرضية الميدان. جميع الخيول داخل جهاز الانطلاق عاد عن وعد الشغب. آخر من يدخل خذ موقعه النهائي داخل جهاز الانطلاق. يكتمل عدد خمسة المشاركين في المجموعة الثامنة من مهرجان وسباق اليوم. شوط الكبار للفئة الثانية. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. غزال الغرفات جونيور الميدان وعد الشغب جلمود المبين ونجم الشغب. وفعلا اخواني ينطلق الشوط الثامن على بركة الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انطلاقة موفقة للمجموعة الثامنة على بركة الله. بسم الله ما شاء الله. الخيول بالمراحل الاولى من السباق ياس ابو جبل على صحوة وعد الشقب بتصدر المجموعة من البداية. جلمود المبين مع خيال يوسف عبيد بالمراتب الثانية. غزال الغرفات مع محمد الفتحي بالمراتب الثالثة. الاحصنة تقبل على المنعطف الاول. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وعد الشقب ما يزال متصدر المجموعة. غزال الغرفات بالمراتب الثانية مع الخيال محمد الفتحي. ها هي الخيول الان بسم الله ما شاء الله تخرج من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. اياس ابو جبل مع وعد الشقب ما يزال متصدر المجموعة. غزال الغرفات ما يزال بالمراتب الثانية. جلود المبين من الداخل مع يوسف عبيد. يا الله يا الله. سالم العقدي مع جونيور الميدان بالامتار الاخيره. سالم العقدي مع جونيور الميدان. نعم بسم الله ما شاء الله. وعد الشقب وعد الشقب وعد الشقب وعد الشقب بالمرتبه الاولى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
الكبار يا حضار. بسم الله ما شاء الله، شاهدنا شوط رائع وجميل. بسم الله ما شاء الله، اياس ابو جبل ما وعده. الشقب انطلق اولا وحل اولا، لكن بالامتار الاخيره انطلق كالسهم. بسم الله ما شاء الله، جوهر الميدان مع المدرسه مع الخيال الكبير المخضرم سالم العقلي ابو ادم، حيث انه قلص الفارق في اخر 100 متر لينتزع الصداره منه وادي الشقب مسافه ربع طول. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، وعد الشباب اصحت التتويج الشباب. شوط الكبار الفئه الثانيه، وعد الشباب مع الخيال الكبير اياس ابو جبل. وين التسويق لوعد الشباب واياس ابو جبل؟ مبروك، الف الف مبروك. مبروك للملاك يوسف طواد واحمد طاهر مدربين استبلات على ابو جبل. روح روح طواد سعيد. بقى كالسهم بالامطار الاخيره، لكنه اكتفى بالمراتب الثانية على صعوبات الخيال الكبير سالم العقدي أبو آدم. مبروك المبروك سعيد صبيح مع جدول الميدان، مبروك علي أدم صبيح أيضا. مرتبة الثالثة غزال لآل غرفات ممالك بسام غرفات أبو يامن، المدرب الكبير عمرو عماد غرفات. بسم الله ما شاء الله غزال الغرفات نتيجة لا بأس بها مع هذه الكوكبة والمشاركة له في الفئة الثانية. مبروك الف مبروك عمري.